السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ النهاردة انا راجعة لكم بوصفة هي مش جديدة، بس انا حبيت النهاردة اعملها واشارككم فيها. انا معايا هنا سمك جرانة او تبارة، ده مش بوري، ده يا بيسمى يا جرانة يا تبارة، دول 4 سمكات. معايا معلقتين كبار من الخل، معايا معلقتين كبار من زيت الزيتون، ليمونة، بصلة متوسطة الحجم مقطعاها بالشكل ده، معايا من البهارات معايا 4 فصوص ثوم مهروسين، ملح وفلفل وكمون وكاري وسنة بسيطة خالص من الحبهان المطحون. معايا هنا 3 طماطميات، 3 حبات طماطم متقطعين بالشكل ده، ومعايا 3 حبات من الفلافلة مقطعهم بالشكل ده، ومعاهم قرن فلفل أخضر حراق. كل اللي هعمله دلوقتي إن أنا هلخبط التوم مع الكمون مع البهارات بالشكل ده، علشان عايزة قبل ما أحطها على الخضار أدهن بطن السمكة الأول بإيه، بالتوم والبهارات بالشكل ده، هدمجها جامد جدا مع بعضها. انا خلطتها يا جماعة بالشكل ده، حطيت عليها شوية من الخل عشان طبعا كانت ناشفة، فانا عايزاها ايه، تبقى طرية سنة. طبعا السمك هجيبه، والسمك يا جماعة ده كان جاي لي ببعضه، طبعا انا مسكته قشرته ونضفته ودعكته بالليمون خليته زي الفل. هبدأ ان انا ايه، امسك بطن السمكة كده واديها دهنة من الخليط ده بالشكل ده، هدهن بطن السمك كله. خلاص كده انا دهنت السمك كله بالخلطة، هبدأ اجيب الصينية اللي انا هعمل فيها واحط فيها الطماطم والفلفل الأخضر. والبصل كله على بعضه بالشكل ده. والخل. وبقية الدقة بالشكل ده. هدعكها. هسيب زيت الزيتون احطه على الوش في الاخر، ادعكها بالشكل ده يا جماعه. اهو بالشكل ده. لما تندمج كل المكونات كده مع بعضها، وطبعا الليمونه دي انا مش هعصرها دلوقتي، انا لما احط السمك في الفرن وقبل ما اطفي عليه بحاجه بسيطه هعصرها عليه علشان السمك ما يمررش، لان الليمون لما بيغلي كتير في اي طبيخ بيمرر. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد شويه من الخلطه دي كده هنا كده، واسيب بقيه الخلطه تحت كده، بالشكل ده، وهبدأ أرص السمك بتاعي في الصينية. بسم الله. اهو بالشكل ده كده. يا رب تكون الطريقة واضحة اهي بالشكل ده، واجيب بقية الخلطة اللي انا حشتها احطها على وش السمك بالشكل ده ايه يا جماعة. يبقى معايا بالشكل ده، واخر حاجة بقى ايه، معلقتين زيت الزيتون احطهم من على الوش كده كده. وطبعا الفرن انا مسخناه من قبل، هدخلها الفرن، فرن سخن على اخر درجة، وهشوف هتقعد معايا قد ايه في الفرن، وهقول لحضراتكم. انتظروني ان شاء الله لما تطلع من الفرن نشوف شكلها هتبقى عامله ازاي. وزي ما قلت لكم ما تنسوش الليمونه دي،
هنعصرها ان شاء الله قبل ما اخرج السمك بحاجة بسيطة، هعصرها عليه عشان بس السمك ما يمررش. انتظروني ان شاء الله لما اطلع السمك من كده. خلاص تكون خلصت حلقتنا للنهاردة، وخلصت صينية السمك معانا اهي، اخدت 40 دقيقة في الفرن. يا رب تكون عجبتكم. طبعا سخنة نار اهي، لونها رائع، جميلة جدا وريحتها جميلة جدا. ويا رب ما تنسونيش بفائض دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.